سيخلد اسم من عملوا في هذا المعجم إلى أبد الآبدين إلى أن تنتهي الدنيا. نرحب بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج معجم البابطين للشعراء المعاصرين، نرسم لكم فيها لوحات المشاعر بأقلام شعرائنا، ونعزف لكم سيمفونية على قيثارة كلمات قصائدهم وسيرهم الشعرية. وفي حلقتنا اليوم سنبحر ونحلق في سماء شاعر من شعراء معجم البابطين للشعراء المعاصرين، نتعرف على سيرته وقلمه وكلماته. فمن هو شاعرنا اليوم؟ شاعر حلقتنا سنتعرف عليه وعلى بعض قصائده، لكن بعد الفاصل. عدنا لكم أعزائنا المشاهدين مع شاعر اليوم وسيرته الشعرية. شاعرنا هو الشاعر عبد الكريم راضي جعفر، ولد عام 1946 في العراق. أكمل دراسته الابتدائية والثانوية في البصرة، ثم نال شهادة الماجستير بامتياز من كلية الآداب جامعة البصرة عام 1985، والدكتوراه بامتياز مع توصية بطبع الرسالة على نفقة جامعة بغداد عام 1992. عمل بقسم اللغة العربية بكلية التربية الجامعة المستنصرية، عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. دواوينه الشعرية: الدفء البارد عام 1970، وعن الفارس، والصيف الآخر عام 1977، وسيدي أيها البحر عام 1983. ومن مؤلفاته في الأدب والنقد: في حركة الشعر العراقي الحديث، وكتاب شعر عبد القادر رشيد الناصري، ديوان الناصري جمع وتحقيق ودراسة. أعزائنا المشاهدين، تعرفنا على الشاعر عبد الكريم راضي من خلال سيرته الذاتية، وسنحلق معه في سماء إبداعاته ونستمتع ببعض قصائده المختارة له في معجم البابطين للشعراء المعاصرين بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين مع الشاعر عبد الكريم راضي، لندخل مدائن شعره ونطرب بأنغام قصائده. وأولى قصائدنا لشاعرنا اليوم قصيدة بعنوان فضاءات مالك الحزين. يقول فيها الشاعر: الوردة اليابسة ربما أفتح الباب لي، ألمح الوجد في هدأة الحاجبين، ربما أنهض الشعر أو أسقط الوزن في المقلتين، ثم أغرق في الحلم، بيتي هنا وردة نادمت لونها، والفراشات أجنحة من نضار، والصبابات مملكة من ندى، تحمل الآس والنبع والقافلة، والطريق زنبقي الخطى، والخطى نبأة، فالضحى سيد النور ملقى على جبهة لامست خفقة الصوم والنافلة. ها هنا يخلع الماء أردية الحزن والأسئلة، مثلما تخلع الروح أثوابها، رفة الآس والبرتقال، كيف خلفت لي زهرة في إناء، مر بي فالمساء متعب، آه من ظلة الروح في جنون السؤال، مر بي ربما ينهض الحلم في نفحة من حنين، ربما نلتقي بين بين الهبوط. أقول لسرب القطا أعرني جناحا، أمت بين وقع خطى صبية الزوب، نضو حمام ينوح على إلفه. أقول لسرب القطا إن وجهي بعض رحيل الندى، آه يا ضلة الروح مني عليك السلام. الصفصاف كلما مر بي قلت طين، أوقد الماء في جذوته، فارتدى معطفا من غمام الشتاء، خلب البرق لا ضوء
أوهبة قاتلة ترتجي نطح هذا الغناء الضنين، ما الذي يشعل الليلة الماء والطين والآنة المورقة؟ كلما مر بي زم نبض الهوى مقلته وانزوى في بقايا الشذا متعبا مثل رف الندى. يا بقايا جنون الهوى، قلت يا متعبا يرتدي جلد قيس الملوح بالشمس والرمل والظبية القاتلة، هز لي نخلة طلعها حزن صفصافة أرتمي شاهدا في مساء حزين. مر بي مسرعا، مر بي وامحى. الدوار يقول لورد البنفسجي: صور لوجهي يندق مستفردا بالعطاش، فينفطر الصائمون جوى يستشيض عذوقا من الحزن، حلو التلفت محتفل بالصدى وحيدا يسائل عشتار: كيف تكون السماء ظلال هجير، وكيف تجيئين مثقنة بالنوار؟ أقول لورد البنفسجي: بيني وبين افتضاد البكارة دوار فموت، أليست مهاوي الثمار يدا في التراب القريب ومحض إشارة. أعزائنا المشاهدين، كانت هذه بعض القصائد المختارة من قصائد الشاعر عبد الكريم راضي. نلقاكم على خير في حلقة جديدة بمشيئة الله تعالى مع شاعر جديد من شعراء معاجم البابطين. إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية.